لازم انه الانسان اذا بيشتغل في عمله يتقنه، وما في مجال يشتغل شغله ثانيه. لازم يعني يتوقف ازدواجيه العمل في كل السلطه. والله انا ضد ازدواجيه العمل، خاصه انه الموضوع ممكن يكون على حساب وظائف ثانيه ممكن انه يشغلها الناس اللي ما عندهم فرصه عمل اصلا. انا طبعا ضد ازدواجيه الوظائف، وانا مع صحيح قرار مجلس الوزراء بمنع ازدواجيه الوظائف في الوظائف الحكوميه بشكل اساسي. السبب لانه احنا صحيح فلسطين نسبه البطاله عاليه جدا، والموظف الحكومي لديه وظيفه وهي الوظيفة بتوفر له مصدر رزق، ولكن الآخرين للأسف الشديد عاطينا العمل ولا يوجد وظائف لهم. مش مع الإزدواجية، بس مع الظرف الحالي اللي بيعيشوه الناس، الموظف بيضطر يشتغل لأنه الدخل محدود بصراحة، يعني 2000-3000 شيكل دخل الموظف طبعا قليل جدا، فالموظف بيضطر إنه بده يشتغل شغل ثاني. أما إذا متوفر عنده، إذا مثلا الحكومة لازم توفر معاش يعني راتب بعيش كريم للموظف، ما يلجأش للشغل الإضافي الثاني. إذا توفر الراتب الذي يوفر أسباب المعيشة فأنا ضد ازدواجيته، أما إذا لم يتوفر فمن حق الموظف أن يبحث عن عمل آخر. من حيث المبدأ إذا كان راتب الموظف بكفيه فأنا ضد ازدواجية العمل، لكن حتى إذا لم يكفي وفي نسبة بطالة عالية فأنا مع توزيع العادل لفرص العمل. أنا ضد الازدواجية لا من أجل فتح فرص لعدد ثاني من الخريجين، عندنا أكبر نسبة من البطالة. يعني أنا لا ضد ولا مع، بس المهم إنه يعني إذا كان راتبه يكفي خلص، أما إذا راتبه بكفي هوش وعنده أسرة وعيال وإشي ليش ما يشتغل ويسعى ورا رزق عياله؟ أنا ضد ازدواجية العمل، لأنه طبعا يعني إحنا حاصلين على عمل وهيك، فنترك فرصة لناس ثانيين يشتغلوا. بشكل عام لا، يعني أنا مع القرار، يعني أني ضد ازدواجية العمل، بس في عنا السبب أنه فتح مجال للخريجين الجدد اللي هي أعداد متراكمة، نفتح لهم مجال للعمل وفرص عمل لهم، بس في عنا فئة كمان دخلهم محدود كثير بالنسبة لمستوى المعيشة في البلاد، اللي عنده طلاب جامعيين، اللي عنده التزامات مرضى، اللي عنده التزامات أخرى بغض النظر شو هي الالتزامات. ضد الازدواجية حيث المبدأ، ليش ضد؟ بده يكون في كرامة للموظف، تحسين شروط وظروف عمله من جانب، اثنين بده يكون وضع سياسات سوق العمل، بدنا كمان توليد فرص عمل للعاملين. أنا مع ازدواجية العمل وضد القرار اللي طلع طبعا، لأنه في ناس بيحتاجوا يعني رواتبهم بتكون قليلة وبيحتاجوا مساعدة في راتب ثاني، فمش غلط، أنا ضد القرار. أنا مع القرار وفي نفس الوقت قد أكون ضده يعني في بعض المسائل هلا، أو أتفهم الناس اللي ضد القرار هذا، مش يعني ضد القرار، أنا أتفهم وجهة النظر اللي تعارض هكذا قرار، بحيث يعني أنه على الحكومة أن تتخذ قرار يعني موازي لهكذا قرار، بحيث أنها تعمل على تحسين دخل الموظف، سلم الرواتب، ربطه بغلاء المعيشة إلى آخره، بحيث أنه لا يضطر الموظف للبحث عن فرصة عمل أخرى. أنا مع وضد، يعني أنا في لي رأيي مع، لأنه ممكن أنا أكون ماخذ فرصة عمل لإنسان تاني، وبنفس الوقت كمان يمكن أنه أنا راتبي ما يكون مكفيني وبرضو أهدر الشغل التاني بيساعدني، فأنا يعني بين مع وضد. وازدواجية العمل إحنا مش معها، لأنه ازدواجية العمل بنفتح فرصة للشباب أنها تتوظف، أنها تتعين، الشباب الجديد لما أنا بدي أحمل وظيفتين باخذ نصيب لواحد اخر، لكن هذا بالمقابل شو اللي بيخلي المعلم او الموظف او انه يطالب بازدواجيه العمل؟ ضعف الراتب. هلا لو راتبه يكفي بيضطرش انه يعمل وظيفه ثانيه.